مكملين معكم صباحنا، واكيد رشا اليوم في مناسبه عيد الصحافه السوريه، يلي الصحافه السوريه اليوم عم تمارس باصرار دورها الاعلامي والتربوي والتثقيفي بمختلف اشكالها وانواعها ومؤسساتها، وايضا كل هذا الشيء لتطوير العمل الصحفي الذي اليوم عم يعد من اهم الركائز الوطنيه. أكيد عفاف، يوم 15 آب هو عيد الصحافة السورية. بداية بدنا نعايد جميع الزملاء الصحفيين والإعلاميين، نقول كل عام وأنتم بألف خير، وشكرا لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها ضمن الظروف المتاحة وضمن الإمكانيات المتاحة. بدنا نقول تحية لكل قلم نير اليوم، وتحية لكل الصحفيين اللي بعدهم عم يشتغلوا بحب وشغف وعم يشتغلوا بمصداقية كثير عالية. اليوم رح نحكي أكثر عن هذا اليوم، عن معاني وعن دلالة. وضيفنا لليوم هو ضيفنا وهو من أهل الدار أكيد، وهو الإعلامي السيد غسان فطوم، رئيس قسم التحقيقات في جريدة البعث. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك، وكل عام وأنتم بألف خير. صباح الخير وكل عام وأنتم بخير، وبداية نترحم على شهداء الإعلام السوري وآخرهم زميلنا مراسل القناة السما الفضائية الذي اغتيل في محافظة درعا برصاص العصابات الإرهابية. لكن نقول لهؤلاء يعني الإعلام السوري إن شاء الله سيبقى صامداً، سيبقى مدافعاً عن الحق في وجه التضليل الإعلامي الذي ما زال يمارس على السوريين منذ بداية الحرب بحوالي منذ أكثر من 13 عام تقريباً. أكيد يسعد صباحك أستاذ غسان، وكل عام وأنت بألف خير، وجميع الصحفيين والإعلاميين يلي ما زالوا عم يشتغلوا بكل جهد وبكل وفاء وإخلاص. هذا واجبنا أكيد. أكيد خلينا نعرف من حضرتك أستاذ، اليوم ليش تم اعتماد هذا اليوم بالذات لحتى يكون هو عيد الصحافة السورية؟ طبعا اختيار 15 من آب ليكون عيدا للصحافة السورية جاء بعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد للمؤتمر العام الرابع الذي عقد في دمشق عام 2006، فاعتبرت هذه الزيارة تكريما للصحفيين والعاملين في الإعلام السوري والصحافة السورية، لذلك تم اختيار هذا اليوم ليكون عيدا للصحافة السورية. أكيد إحنا اليوم نفتخر بهذا اليوم، نفتخر بالجهد المبذول من قبل كل الصحفيين، ودائما نحن بنقول ضمن الوضع الراهن اليوم يعني على جميع الجبهات الصحفي عم يكون متواجد. هذا اليوم له خصوصية عند الصحفيين بشكل خاص، نحكي عن المعاني وعن دلالات هذا اليوم. أكيد يعني كل عيد له معاني ودلالات، وخاصة إذا كان عيد خاص بالصحفيين، يعني يكثر الكلام ويكثر الحديث في هذا العيد لأن الهموم كثيرة والمطالب كثيرة. فأعتقد أن هذا اليوم يجب أن يكرس أولا لنعايد على بعض ونصافح بعض، ولكن أنا برأيي يبقى الأهم هو البحث عن حقوق الصحفي المشروعة والمطالب المؤجلة منذ سنوات. لذلك أنا بتصور أنه هذه المناسبة يجب أن نستثمرها من أجل التذكير بهذه المطالب، يعني على اتحاد الصحفيين وعلى السادة في وزارة الإعلام أن يعملوا جاهدين للضغط للحصول على هذه المطالب. يعني اليوم طبيعة العمل الصحفي دائما نذكر بها في كل مناسبة، طبيعة العمل الصحفي يعني من حق الصحفي اليوم أن يحصل على طبيعة عمل على الراتب الحالي وليس على الراتب القديم. وأعتقد أن زملائنا في المكتب التنفيذي الحقيقة قابلوا العديد من المسؤولين، وفي كل مرة كانت هناك وعود ولكن للأسف لم نتحصل على شيء. يعني اليوم أنا أسأل يعني هل راتب تقاعدي 25 ألف ليرة لصحفي مقبول اليوم؟ بالتأكيد لا. أكيد لا. يعني في ظل هذا الغلاء وفي ظل غلاء الأدوية بشكل خاص، يعني راتب 25 ألف ليرة سوري يعني ما بيساوي شيء. الصحفيين يريدون مسكن لائق. هل تعلمين ان حوالي 80% من الزملاء الصحفيين يقطنون في مساكن العشوائيات و70% منهم بالايجار؟ طيب نحن نعلم ان البيئه، بيئه العمل اضافه الى بيئه البيت، هي عامل محفز للابداع. صحيح. نحن نعمل في مهنه تتطلب الابداع، تتطلب التميز، فبالتالي عدم وجود هذه الحوافز المادية أو عدم وجود المسكن وعدم وجود الأدوات الأخرى تؤثر على العمل الصحفي، تؤثر على العطاء. نعم، لذلك نحن في عيد الصحافي السوري دائما نستذكر في هذا اليوم هذه الهموم وهذه المطالب. بعطيك يعني مثال، مثلا
يعني اليوم أغلب الصحفيين السوريين يعني بحاجة إلى موبايلات حديثة لأنه عمل يعني. اليوم الموبايل سعره غالي وأيضا جمركة الموبايل سعرها غالي، والموبايل اليوم في ظل الإعلام الجديد أصبح أداة مهمة في العمل الصحفي. صحيح، أصبح أداة مهمة في العمل الصحفي. لذلك هذه الظروف يعني إذا بدنا ننظر عليها بمنظور عام ونضعها تحت المجهر نجد أنها ليست مناسبة للعمل الصحفي. لذلك أقول وأكرر، زملائنا في المكتب التنفيذي باتحاد الصحفيين في وزارة الإعلام وفي الجهات الأخرى يجب البحث عن بيئات مناسبة للعمل الصحفي حتى نستطيع أن نقاوم. نحن مستهدفين منذ بداية الحرب على سوريا وخاصة الإعلام السوري، فهذا الإعلام لا يستطيع أن يؤدي دوره المطلوب منه، لا يستطيع أن يحصل على ثقة المواطن إلا إذا كان الصحفي مرتاح في بيئة عمله وفي بيته وفي أي مكان. لذلك يعني أنا برأيي قمة معاناة وقمة الاحتفال بعيد الصحافة دلالاته تكون في تحقيق هذه المطالب المؤجلة، وخاصة طبيعة العمل الصحفي والبيئة المناسبة للعمل والمستلزمات اللازمة للإبداع في العمل. يمكن اليوم أستاذ هاي المطالب ما أنا موجودة لأنه الشعب والعالم حتى الصحفي نفسه تعود على الورقة والقلم. يعني قديما كانوا يستنوا الجرائد أو الصحف والمجلات لحتى يروا الأخبار، مقال صحفي يستنوا يعني حماس لحتى يشوفوا مثلاً هذا الصحفي شو كاتب، شو في أخبار. اليوم تعود الصحفي على الورقة والقلم، اليوم مع غياب الصحافة الورقية شو تأثيرها ممكن يكون على جمهور الصحافة والقراء؟ ما أحلى الرجوع إلى الصحافة الورقية، ما أحلى متعة القراءة. نعم، يعني نحن جيل الورق، يعني نحن اليوم نشعر بمتعة القراءة على الورق. فعلاً ما أحلى الرجوع إلى الصحافة الورقية. يعني أنا أتمنى كصحفي، وأعتقد هذه أمنية كل الزملاء الصحفيين، أن تعود الجريدة لتزين صباحاتنا مع فنجان القهوة سواء في مؤسسات العمل أو حتى في البيت. صحيح. لكن الأمنيات شيء والواقع الذي نعيشه شيء آخر. الحقيقة الصحافة الورقية اليوم ليس في سوريا بل في كل دول العالم تواجه تحديات كبيرة. في سوريا تعلمون يعني نحن نعاني من أزمة اقتصادية، نعاني من أزمة معيشية. والرغم أن السيد وزير الإعلام الدكتور بطرس وعد في أكثر من مرة أن الصحافة الورقية ستعود في سوريا، لكن أنا برأيي لا أحد الآن يعلم متى ستعود هذه الصحافة. اليوم الصحافة الورقية يعني بالرغم من حاجتنا إليها وبالرغم أنها لن تموت أنا برأيي وستعود، ولكن ليس كما كانت سابقا. يعني ما في شيء بيرجع مثل ما كان، بيروح وبقى يرجع يمكن مع تطور تكنولوجيا هلا، بس نحن نتمنى ترجع ولو صحيفي واحدي إلى سوريا، لأنه فعلا نحن نعشق الورق ونتمنى وجود مثل هذه الصحافة الورقية. عفوا، لأنها بالأساس هي وثيقة، يعني الصحافة الورقية هي وثيقة توثق لتاريخ طويل. واليوم في الصحافة السورية، في الصحف السورية الثلاث، يعني هناك أرشيف ضخم، أرشيف ورقي ضخم، رغم أن بعض الصحف انتقلت إلى الأرشيف الإلكتروني، ولكن يبقى للورق رونقه الخاص برائحته بشكله. صحيح. يعني بدي أعطيكم معلومة، قبل 2010 يعني قبل الأحداث في سوريا كان يوجد في سوريا 200 مطبوعة خاصة ورسمية ما بين جريدي ومجلي ونشرات إلى آخره. كان يوجد حوالي 700 مطبوعة تدخل سوريا من كل الدول العربية، يعني أرقام. صح. يعني عندك 200 جريدي أو 200 مطبوعة سورية زائد 700 مطبوعة عربية وأجنبية تدخل إلى السوق السورية. في الصحافة الورقية كانت رائجة في ذاك الزمان. اليوم يعني كما قلت هي في مأزق حقيقي أمام الإعلام الجديد، يعني شئنا أم أبينا الإعلام الإلكتروني اليوم يتصدر المشهد، وعلى الصحافة الورقية إن أرادت العودة وبقوة عليها أن تحسن من شروط عملها. شو هي أهم الشروط اليوم تماماً تعتمد يعني اليوم عليها؟ اليوم يجب أن تعتمد على التحليلات، على التحقيقات. يعني اليوم الخبر الصحفي بالصحافة الورقية لا قيمة له، ليش؟ لأنه سيقرأ في اليوم التالي، بينما نحن نعيش في عصر السرعة. يعني أنا اليوم أي حدث بيصير خلال ثواني ينقل عبر هذا الموبايل الصغير إلى كل دول العالم. لذلك حتى تحسن الصحافة الورقية من شروط عملها، حتى تعود إلى ألقها إلى حد ما، يجب أن تعمل على وفق هذا المبدأ. يجب أن تهتم بالكوادر. الكوادر يعني اليوم الكوادر فعلا بحاجة إلى اهتمام، سواء بتأهيل وتدريب
هذه الكوادر أو بدعمها مادياً ومعنوياً. معنوياً كمان أستاذ اليوم نحن أيضاً بحاجة لهذا الدعم. نعم. المعنوي كمان كثير تماماً بحاجة. اليوم تلك التحفيز المعنوي أحياناً أهم من التحفيز المادي. صحيح. وعلى فكرة هاي نحن نفتقر لها في بيئات العمل. يعني اللي بيقول لك المثل لاقيني للطعمين يا أخي. صحيح. فاليوم بقدر أنت ما بتدعمي معنوياً المحرر، وخاصة إذا كان محرر جديد يعني على بالشغل، تدعميه معنوياً فستحسي عنده رغبة حقيقية وشغف حقيقي في العمل. ونحن نعلم أنه متى ما تخلينا عن الشغف والحب الحقيقي للعمل، فالإنتاج بأي مجال ما راح يكون إنتاج جيد. لذلك اليوم الصحافة الورقية أنا برأيي ستعود، لكن بحاجة كما قلت إلى هذه الأشياء التي ذكرتها. حتى في شغلة كثير مهمة اليوم، المعلنين اليوم صاروا يهربون إلى مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الإعلان. ليش؟ لأنه هناك جمهور أوسع. نعم. ماشي الحال، هناك جمهور أوسع يطلع على هذه الإعلانات. فأيضا يجب علينا أن نكسب ثقة المعلن، لأن الإعلان مهم جدا في أي وسيلة، حتى لو كان إعلان حكومي. الإعلان هو داعم حقيقي لاستمرار أي مطبوعة، فإذا لم يكن هناك إعلان داعم ربما المطبوعة تقع في الكثير من المطبات. لذلك الإعلام المطبوع كلنا أمل أن يعود، ولكن بحاجة إلى هذا الدعم حتى يستعيد شيئا ما من القلق الذي اليوم يمكن عودة الإعلام الصحف الورقية يمكن هي بترجعكم كمان يعني بشيء معنوي لكم حلو مرأتوا فيه خلال. نعم. السنوات الماضية. ذكرت حضرتك المصداقية، ودائما نحن بنعرف أنه الصحف الورقية بتحمل المصداقية كانت، يعني نحن بنعرف أنه اليوم تشرين، البعث، الثورة، بنزل خبر هو مصدر أساسي مرجع لنا. اليوم المواقع الإلكترونية يعني بدك تبحث بأكثر موقع لتقدر تأخذ هذا الخبر إذا كان صح أو لا. أحيانا بكون حتى يعني الخبر غير ما في مصداقية أبدا، وهون عم نحكي عن موضوع ثقة. بداية قبل ما ندخل بموضوع ثقة، هل اليوم في ثقة بين الإعلام والمواطن؟ بدنا خلينا نكون صريحين وشفافين. يعني اليوم الخطاب الإعلامي السوري بواقعه الحالي يفتقد إلى الكثير من، ما بدي أقول لك المصداقية، يعني هناك خلل ما بين المواطن والإعلام. ليش؟ لأنه المواطن أحياناً لا يجد ما يريده ويحتاجه في هذا الإعلام، فبتشوفيه يعني اتجه إلى مصدر إعلامي آخر يعني. نعم. فعملية إعادة الثقة بين المواطن والإعلام هي عملية ليست سهلة بل هي صعبة جداً. وهذا يجب أن يتم الشغل عليه. يعني طرح سابقاً صحافة المواطن، يعني صحافة المواطن ماذا يعني؟ يعني أن يفتح المواطن التلفاز السوري، يفتح الموقع الإلكتروني لأي صحيفة سورية، يجد الخبر الذي يبحث عنه، لا يجده في مكان آخر. هكذا يمكن أن نستعيد الثقة. أيضا يعني في كثير قضايا غائبة عن الإعلام السوري، كما قلت نمطية في تناول الأحداث. يعني نحن نحتاج إلى خطاب إبداعي في الإعلام السوري، خطاب إعلامي عصري بعيد عن النمطية، بعيد عن الرتابة. نحتاج إلى إعلام يعبر عن نبض الشارع الحقيقي. الإعلام بالأساس قاعدته هو مرآة للواقع بسلبياته وإيجابياته. فكلما كان هذا المواطن قريبا من هموم الإعلام، كلما كان عفوا هذا الإعلام قريبا من هموم ومطالب المواطن، كلما كانت الثقة بينهما يعني كبيرة. والعكس صحيح. لذلك الشغل على العلاقة بين المواطن والإعلام منه عملية سهلة أبداً، هو عملية تتطلب جهداً كبيراً من القائمين على الإعلام، تتطلب جهداً كبيراً من الصحفي. اليوم الصحفي يجب عليه أن يطور أدواته، الأدوات التي يمتلكها. اليوم ما فيك تكتب بعقلية التسعينيات وبعقلية السبعينيات. اليوم فيه مواطن خلق بعصر التكنولوجيا. فاليوم إذا بدنا نرجع على المصداقية، إيه نعم الإعلام الورقي فيه مصداقية. ليش؟ صح. لأنه المادي قابل للتعديل قبل النشر، قابل للتعديل. الصحافة الورقية ستصدر في اليوم التالي، فبالتالي يتم مراجعتها، يتم التأكد من المعلومة. وهذه قضية كثير مهمة. أما اليوم في عصر السوشيال ميديا، في عصر الإعلام الإلكتروني، يعني مثل ما تفضلتي، يعني في كثير صعوبة بمعرفة هذه المعلومة سواء إن كانت صحيحة أم خاطئة. وحتى يجي وقت تعرفي أنها خاطئة أم صحيحة بيكون اللي صار. بالتالي التدقيق أيضا بالمعلومات أمر مهم جدا، لأن الانطباع الأول هو الأهم بأي شيء. بس المواطن أو بس يأخذ انطباع سيء
مهما حسنت بعملك سوف يبقى عملك سيء بنظره. أما إذا انطلقت بمصداقية بموضوعية بقضايا كتير هو بيحبه وبتهمه، فبالتالي راح دائما يكون متسمر أمام الشاشة أو ينتظر صدور المقال في الصحافة الورقية أو حتى يقرأ الزاوية الفلانية أو الموضوع الفلاني في الموقع الإلكتروني. فعملية الثقة تبنى بالاحترام بين الطرفين. لذلك اليوم يعني أهم نظرية في إعلام بيرد بقول هي تحقيق ما يريده ويحتاجه المواطن. فعندما يجد هذا الشيء سوف يتعلق بشكل أكيد بالإعلام الوطني. أستاذ، اليوم نشوف أشخاص إن كانوا صحفيين أو تحت مسمى إعلاميين بيكونوا مجرد بالاسم، هنن معهم شهادة أو بطاقة بتقولهم لحتى إنهم هنن يحملوا هذا الاسم، وبصير في طريقة نشرهم للمعلومات تضليل إعلامي، يعني ما في مصداقية أبداً ولا ممكن إنهم يلامسوا الواقع أو حياة العالم بأي شكل. كيف ممكن الحد من هاي الظاهرة اليوم لأنه كتير منتشرة؟ شكرا كثير على هذا السؤال، لانه هو فعلا هذا اهم يوم عم نعيشه نحن الاعلاميين. هناك الكثير من المتسلقين على هذه المهنه، وبهذه المناسبه بمناسبه عيد الصحافه انا اطلب من الزملاء في المكتب التنفيذي التشدد في قبول الزملاء في طلبات الانتساب للانتساب الى اتحاد الصحفيين في جدول الصحفيين المتمرنين او العاملين. نعم، للاسف هناك الكثير من الاعلاميين بين قوسين هم لا يمثلون الإعلام السوري، ومع ذلك ربما تجدينهم يتحصرون على بطاقة صحفية. لذلك أتمنى من زملائنا أن يتشددوا في منح البطاقة الصحفية إلا بعد التأكد من أن هذا الصحفي فعلا هو يمارس العمل في موقع مرخص أو في جريدة رسمية. كثير اليوم صار فيه انتساب للاتحاد بطاقة الصحفي المشارك، هي بطاقة شرفية تمنح للذين يعشقون أو يكتبون في الإعلام، لكن هذه البطاقة الشرفية للأسف البعض يستغلها كبطاقة صحفية كأنه صحفي متمرن أو عامل. لذلك برجع بأكد أنه هي مسؤولية الزملاء في المكتب التنفيذي وأيضا مسؤولية وزارة الإعلام التشدد في مراقبة هؤلاء الصحفيين. يعني اليوم خلتيني أتذكر أنا كنت بالفترة الدورة الماضية أمين لمكتب التأهيل والتدريب، فما كنا نحن نقبل بالدورة من مكان، إذا ما كان يعمل بالصحافي ما كنا نقبله. فأنا أتمنى أيضا الدورات التأهيل والتدريب التي يقيمها اتحاد الصحفيين أو أي مركز آخر معتمد أيضا أن يتم التشدد في قبول المتدربين. يعني لازم يكونوا يعملون في الإعلام أو هن المشاريع صحفيين أو ممكن يكونوا طلاب كلية الإعلام، حقهم طبيعي أن يخضعوا لهذه الحالات وينموا مهاراتهم ويسقلوا خبراتهم. فهذه المسألة كتير مهمة، لأنه نحن فعلا في وقت في عصر نحن اليوم يعني ما بنقدر بصراحة نقدر نضبط كل هذه العملية لحالنا، لا بحاجة إلى تضافر جميع الجهات حتى نحن نقدر فعلا بالنهاية نوصل لخطاب إعلامي سوري عصري متطور يلبي حاجة ومتطلبات المواطن السوري، وبنفس الوقت لكي يبقى الإعلام السوري إعلاما مقاوما صامدا في وجه كل ما نتعرض له من ضغوطات سواء تضليل إعلامي أو ضغوطات أخرى، بهدف التقليل من عزيمة هذا الشعب الصامد منذ أكثر من 12 عام. وسنبقى صامدين لأننا مؤمنون كشعب كقيادة بحتمية الانتصار على هذا الإرهاب وعلى كل إن شاء الله. اليوم أستاذ غسان بيصل صوتك يعني وبتصل مطالبكم. بنهاية حديثنا بنرجع نعيدك، واليوم هيك كلمة من حضرتك بعيد الصحافة ومعايداتك. برجع بأكد نحن الإعلام السوري رغم كل الظروف اللي مر فيها فعلا هو إعلام مقاوم وسيبقى مقاوم ومدافع عن حقوق المواطن. قلت أنا ذكرت أنه فيه بعض الهنات فيه بعض المشكلات، لكن بالعزيمة بالإرادة بالتخطيط الجيد نحن ممكن ننهض بخطابنا الإعلامي وممكن نحقق مطالب زملائنا الإعلاميين. وكل عام وزملائنا الصحفيين الإعلاميين بخير، وإن شاء الله يا رب بالعيد الجاي بتكون أوضاعنا بالبلد جيد اقتصاديا وعلى كل الأصعدة والمجالات وخاصة أوضاع الصحفيين. إن شاء الله يوم أوضاع مشتركة، يعني اليوم الهم مشترك طبعا. يعني هم يعني على هو هم البلد، يعني نحن كأبناء السلطة الرابعة بتشوفينا عم ندافع عن حقوق الناس، هي الكلمة لازم أقولها، بس ما حد يدافع عن حقوقنا. لذلك أتمنى يوصل صوتنا كلنا أستاذ. أتمنى نحن أبناء السلطة الرابعة أبناء مهنة المتاعب
يعني عندنا العديد من المطالب المشروعة والمحقة. يا رب. نتمنى ألا تبقى في ثلاجة التأجيل. إن شاء الله يا رب هيك نتلقى وبتتلقوا كل الدعم المعنوي والمادي، حتى المادي اليوم كتير مهم هو الأهم. هو الأهم. شكرا أستاذ غسان، وبدي أرجع من خلالك نعايد جميع الصحفيين كل عام وأنتم بألف ألف خير يا رب، وإن شاء الله الأيام الجاية تحمل لنا ولكم جميع الخير. شكرا أستاذ غسان. شكرا لك أستاذ غسان.